نستمر معكم أيها الأصدقاء، ووصلنا إلى الشابتر الرابع Railway Systems Engineering، علم هندسة الأنظمة، وكيف يكون هذا العلم مهم جدا لتصميم السكك الحديدية. ومن دون ما إطالة فلنبدأ. سوف أتحدث في هذا الدرس عن المعلومات التالية: Railway Systems Engineering. سوف يكون أول شيء، سوف يكون مقدمتنا معروفة في بداية كل شابتر عن المحاضر، ومن ثم سوف نتحدث مقدمة في هندسة الأنظمة، مقدمة في أنظمة السكك الحديدية. The System Design Process، كيف يتم تصميم النظام وكيف يتم التقاط المتطلبات. ما هو الفرق بين هندسة الأنظمة وعلاقتها بالتحكم بالمشاريع وإدارتها ومفهوم إدارة المشاريع. ثم سوف نتحدث في القسم الرابع عن أتوقع هنا الـ Performance Modeling Requirements، عن كيف يمكن أن نقوم ب طبعا هذا خطأ، لازم يكون Performance Modeling، كيف نقوم بتطوير عمل موديل أو عمل محاكاة وفهم أنظمة الأنظمة المختلفة. ومن ثم سوف نتحدث عن مواضيع مختلفة ومفاهيم جديدة في Systems Engineering، فيها موضوع Systems Engineering. طبعا فراس ناصر بكالوريوس في الهندسه المدنيه، ماجستير في السكك الحديديه، هذا وطبعا انا ديستنكشن وكنت متميز في الماجستير، ولكن ايضا لدي الكثير من الابتكارات المرتبطه بالسكك الحديديه والتي لم يرى منها الكثير النور. ونقوم بعمل هذا الدرس، هذا المحاضره، هذا الكورس لمحاوله تعليم الجيل القادم من رواد السكك الحديديه. هذا هو الأسطورة فراس ناصر، هذا في أحد القطارات في تركيا، في أحد المؤتمر في تركيا، وأيضا في دبي عندما كنت أقوم بتطوير نظامي الخاص فيه. طبعا سوف نتحدث في القسم الرابع Railway Systems Engineering، مقدمة في أنظمة السكك الحديدية، مقدمة في هندسة الأنظمة، كيف طبعا شرح سريع كيف يتم تصميم الأنظمة، كيف يتم التقاط المتطلباتها، Systems Engineering versus Project Management, Performance Modeling، ونهاية Concepts in Systems Engineering. نبدأ في القسم الأول وهو مقدمة في هندسة الأنظمة ودمج الأنظمة مع بعضها البعض، Systems Engineering and Systems Integration. وهذا الأمر متعلق في Railway Systems Interfaces، أو ما يسمى بواجهات السكك الحديدية، وهو مفهوم مهم لتعرف كيف تتفاعل الأنظمة مع بعضها البعض عن طريق الواجهات. فأنا أتفاعل مع الكمبيوتر، أنا إذا اعتبرنا أن الإنسان نظام والكمبيوتر نظام، فأنا أقوم بالتفاعل مع الكمبيوتر عن طريق ما يسمى بواجهة المستخدم. فهناك بالتأكيد جزء غير مرئي بالنسبة إلي، ولكن أنا أتفاعل مع الكمبيوتر عن طريق واجهة المستخدم، والأنظمة معروفة بوجود الواجهات الانترفيسز وعلاقة هذه الواجهات مع بعضها البعض. سوف نتحدث System Diagramming and Stakeholder Analysis، كيف يتم رسم النظام وكيف يتم تعقب النظام وكيف يتم ضبط النظام بطريقة يمكن شرحها بشكل جيد لجميع الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات، ما يسمى بالستيكهولدرز المؤثرين في النظام. ثم سوف نتحدث عن Dependability and RAMS، الاعتمادية والريلايبيليتي. RAMS هي اختصار لريلايبيليتي افيلابيليتي مينتيننس اند سيفتي، الاعتمادية، التواجد، الصيانة والأمان، وهي مؤشرات رئيسية في أي نظام من أنظمة السكك الحديدية. Dependability هي القدرة على الاعتماد على النظام. ما هو نظام السكك الحديدية؟ نظام السكك الحديدية هو نظام يقوم علم هندسي يقوم بفهم الأنظمة الضخمة التي بينها علاقة معقدة، وهو يعد موضوع علمي متعدد
التخصصات، ما يسمى بالانتر ديسيبلينري بروسيس، اي انه هو تقاطع بين مجموعه من التخصصات للتاكد ان المشاريع يتم ادائها بالمستوى المطلوب بيرفورمانس، بالمتطلبات الموجوده، بالاداره السليمه، وبالوقت وبالكلفه المحدده. فهو علم مرتبط بالهندسه، يربط بين مجموعه من العلوم الهندسيه مع بعضها البعض ليخدم في جعل المشاريع تقوم بالوصول الى الاداء المطلوب، مستوى الاداء المطلوب، تحقيق المتطلبات، ان تكون سهله الاداره، ويتم تنفيذ هذه المشاريع بالوقت وضمن الميزانيه، وايضا اخذا بالاعتبار ميزانيه الصيانه. فهو موضوع علمي يجمع بين مجموعة من العلوم الهندسية مع بعضها البعض لفهم المشاريع المتعددة التخصصات. أحد الطرق لفهم Systems Engineering هو عن طريق Systems Engineering، وهو طريقة للتحكم وإدارة المشاريع عن طريق التأكد أن المتطلبات البدائية للمشروع تم تحقيقها كاملة أثناء بناء المشروع. يدخل على المشروع معلومات طاقة ومادة، كما يدخل عليه المعدات وأشخاص، كما يدخل عليه البيئة والهدف، ليخرج المشروع وفقاً لما أردنا له. فهذا هو علم Systems Engineering، هندسة الأنظمة، علم من علوم الهندسة يجمع مجموعة من العلوم للتأكد أن النظام تم بناؤه وفقاً للمتطلبات والأداء والميزانية والوقت المحددين. الآن ما هو مثال على Systems Engineering and Systems Integration؟ الحقيقة أن الأنظمة قد تكون متكونة من أنظمة أصغر منها، ما يسمى System و Subsystem. والسبسيستم هو نظام يكون جزء من نظام أكبر منه. فإذا نظرنا إلى الريلوي سيستمز، وهو نظام النقل السككي الكبير، فقد يتكون جزء منه من السيجنالينج سيستم، والسيجنالينج سيستم قد يكون هناك جزء منه ما يسمى بالليفل كروسينج، والليفل كروسينج قد يكون فيه جزء الإشارات. فكل هذه الأجزاء هي أنظمة، ولكنها نظام جزء من نظام جزء من نظام جزء من نظام أكبر. وهنا تبدأ عملية التعقيد، أن الأنظمة لديها أنظمة مشكلة لها. ودمج السكك الحديدية هو علم يدمج بين مكونات الأنظمة المختلفة وخصائصها ووظائفها بطريقة كاملة، حتى تكون قادرة على تأدية مهام السكك الحديدية، مهمة النقل الرئيسية في السكك الحديدية. وحتى تكون هذه الأنظمة قادرة على الدمج، من المهم أن ننظر إلى النظام كشكل كلي، وأن ننظر للأنظمة وتعقيداتها بشكل مستمر، وأن نلاحظ واجهات الأنظمة الانترفيسز، railway interfaces. الآن نتحدث عن الواجهات الرئيسية لنظام السكك الحديدية. هنا نرى المنصة التي يقف عليها الناس وتسمى بلاتفورم، وهنا نرى القطار. وهذه الواجهة التي يتفاعل من خلالها الركاب مع القطار تسمى vehicle infrastructure interface، تفاعل القطار مع البنية التحتية، مع التراك، مع البلاتفورم، يسمى Vehicle Infrastructure Interface. ولكن ليس هذه الواجهة الوحيدة أو Vehicle Platform Interface، فأيضا هناك تفاعل ما بين القطار والسكة نفسها عن طريق ما يسمى بالكونتاكت باتش، ويسمى Wheel Rail Interface. وهذه الواجهة تقوم بنقل كل أحمال القطار للبنية التحتية. الأمر الآخر أن هذه الإشارة وهذه الإشارات وهذه البوينت ماشين وهذا المقص أيضا يتفاعل مع القطار عن طريق نظام التحكم، وهذه الواجهة تسمى
تفاعل القطار مع المركبة. الآن لدينا أصبح لدينا ثلاث واجهات أساسية: واجهة القطار مع البنية التحتية أو مع البلاتفورم، واجهة العجل القطار مع البنية التحتية ويل ريل انترفيس، واجهة القطار مع نظام التحكم. ولكن أيضا هناك أمور مرتبطة بالأمور، مثلا واجهة القطار مع المنشآت، مع المحطة، مع الجسور، مع الأنفاق، هذا يسمى بـ Vehicle Structure Interface. ولكن ماذا لو اقترب هذا القطار من بعيد من هذا القطار؟ فهناك ما يسمى بالـ Vehicle Interface، تفاعل القطار مع القطار الآخر. وقد تكون هذه الواجهة لها أهمية كبرى في المستقبل بسبب تطور ما يسمى بالـ Machine to Machine Communication، حديث الآلة مع الآلة. ولكن أيضاً هذه الأنظمة وإن لم تكن لها واضحة، إذا كان لدينا هنا overhead lines، مجموعة من الأسلاك التي يتم فيها تغذية القطار بالطاقة، فهذه واجهة تسمى vehicle traction supply. انظر، هذا العلم الكوميونيكيشن، هذا علم من علم الاتصالات والكهرباء، البنية التحتية هذا علم من علم هندسة المدنية، القطار هذا علم من علم هندسة الميكانيك، مجموعة من العلوم الهندسية تجتمع فيما بعضها لأداء مهمة نقل الناس. فهو an interdisciplinary subject، هو موضوع متعدد التخصصات أو متعدد المواضيع، يقوم بدمج الأنظمة فيما بعضها البعض لتحقيق أهداف المشروع من ناحية الوقت، المتطلبات، البرفورمانس، الأداء والكلفة. هذا بداية بسيطة عن أنظمة هندسة السكك الحديدية والواجهات. الآن كما تحدثنا أن النظام يتكون من أنظمة أقل منه، فلننظر إلى الأمر بشكل أدق. فمثلا الويل ريل انترفيس، هذا القطار الريلوي فيكل، هذا القطار نفسه مكون من بانتوغراف، درايفر، ويل سيت جيج، ويل عجل، الجيج المسافة ما بين السكة والسكة، سائق، وبانتوغراف. هذا البانتوغراف سوف يتفاعل مع الريلوي تراك انفراستراكشر، مع البنية التحتية. البانتوغراف يتفاعل مع الكيتينري واير، مع السلك الواصل للكهرباء. السائق يتفاعل من نظام مع نظام السيجنالينج سيستم، فهو تفاعل نظام جزء من نظام مع جزء من نظام آخر عن طريق الواجهات. الويل سيت جيج ستتفاعل مع التراك جيج عن طريق ما يسمى بالويل ريل انترفيس، ما يسمى سوف تتفاعل مع السكة، العجل سوف يتفاعل مع السكة، والويل وأيضا العجل سوف يتفاعل مع السكة. هنا قد نقول أن dimension of the wheel، أي عفوا dimension of the gauge، أي مسافة الجيج تفاعلت مع المسافة ما بين العجلين تفاعلت مع المسافة ما بين السكتين. فهذا wheel set gauge وهذا track gauge، يختلف عن التفاعل المباشر ما بين العجل نفسه والسكة نفسها. فالأول المسافة مع المسافة، والثاني العجل مع السكة. هنا ننظر كيف أن مكونات نظام تتفاعل مع مكونات نظام آخر لتحقيق ما يسمى بهندسة الأنظمة. وهذا مثال interface management، كيف يتم إدارة هذه الواجهات. وهنا طبعا يتم الشرح بشكل سريع في الأعلى، يقول OLE contact، التفاعل مع الخط الكهربائي العلوي، وأيضا أخذ الطاقة التحريك، وأيضا هناك ما يسمى بالـ EMC، ما قد ينتج عن هذا الأمر من Electromagnetic Interference أو Electromagnetic Compatibility، التوافق مع الموجات الكهرومغناطيسية والتأكد من عدم تأثيرها على معدات الاتصالات. هذا فقط عن هذا التفاعل. هنا الـ Passenger Behavior، سلوك الراكب يتفاعل مع الباب، باب القطار. هنا مثلا gauging clearance، المسافة ما بين القطار والمنصة، ما يسمى بالمسافة الجيج، وأيضا ما يسمى بالكينماتيك انفلوب،
كم هي المسافة المسموحة للقطار للاقتراب من المنصة دون أن يحدث عواقب بالسلامة. هنا مثلا من بلاتفورم اوكيبنس، هذا التفاعل مرتبط بالعمليات، كم يبقى القطار موجودا في المحطة، كم يتأخر، من هو الناس الموجودين على المحطة، ما هي مسافة التوقيف. هنا الويل ريل انترفيس، التفاعل ما بين العجل والسكة ووزن الاكسل لود وتواجد القطار. أحد الأمور المرتبطة تواجد أن تكون هذه السكة فارغة ليقوم القطار بالوصول إلى الألاوة بالسبيد بالسرعة المسموحة له، وهكذا. وهنا أيضا نظام السيجنالينج يقوم بالتفاعل، فيقوم بالترين ديتكشن، التقاط القطار وتحديد مكانه وتعرفة معرفة تراك كونديشن، جودة السكة، تراك ديزاين كواليتي، كيف تم تصميم هذا القطار. فهناك تفاعل مختلف، ويجب على الذي يفكر بهندسة الأنظمة السكك الحديدية التفكير بكل جزء مرتبط بهذه التفاعلات على مستوى الأنظمة والأنظمة المشكلة لهذه الأنظمة والمكونات المشكلة للأنظمة الجزئية. هذا مثال آخر على الويل ريل انترفيس، فتحدثنا عنه سابقا. هذا هو العجل، والخط الأزرق يمثل عجل مكتمل لم يتغير حاله مع الزمن، أما الخط الأحمر يؤدي أن هذا العجل تآكل قليلا وأصبح الخط الأحمر يشكل التآكل للعجل. هنا سكة لم تتأثر، ما يسمى بأنورن ريل، أي أنها لم تتآكل، سكة جديدة. وهنا كل هذه الأمور لديها حساباتها الخاصة، لأنها يصدر تتأثر بالقوى المختلفة وسرعة العجل ومادة العجل وأمور أخرى تؤثر على حالة هذه الواجهة. وفي أحد اللحظات قد تضطر إلى جلخ السكة أو تضطر إلى ليذنج خرط العجل. الآن ريل أند ويل لايف أب، طبعا هنا ننظر إلى الأمور بشكل مفصل أكثر. بعض الأمور التي ينظر لها فقط على الويل ريل انترفيس، فقط الأمور المرتبطة بهذه الواجهة، واجهة تفاعل العجل مع تفاعل السكة، عمر العجل وعمر السكة، تكلفة صيانة العجل والسكة، ما يسمى بالتفاعلات الميكانيكية contact mechanics، كيف يمكن الحصول على أرباح من هذا التفاعل. بالنهاية أنت قد تنظر إلى الأمور بشكل هندسي، أنه يجب أن يسير العجل على السكة، ولكن بالنهاية أنت تريد أن النظام الكامل، توصيل القطارات وتحريك الناس من مدينة لمدينة، يقوم بإخراج أرباح. فأنت تفهم نظام السكك الحديدية كبزنس، railway as a business، وتحدثنا عنه في الشابتر الأول، ومن ثم نظام السكك الحديدية كنظام نقل، ومن ثم نظام المركبة، ومن نظام المركبة نظام التحريك تراكشن، ومن ثم العجل، وتنظر إلى البنية التحتية، السكة، تتفاعل السكة مع العجل. ماذا يؤثر؟ يؤثر إدارة الاحتكاك، ويل ريل ماتيريال، سوف يحدث عندك كراكس، تآكل، طرق، ما يسمى دامج مودز، أي أنها طرق تأثير أو طرق ضرر أو طرق ضرر للسكة، كيف تتضرر وكيف تتغير حال السكة. هذا فقط عن الويل ريل انترفيس كمثال آخر عن الريلوي سيستمز انترفيسز. الآن بعد تم النظر إلى هذه الأمور، أن نحن ندرس الأنظمة وتفاعلها مع بعضها البعض والتفاعل على الواجهات والأنظمة الجزئية المكونة للنظام الكلي بهدف إدارة العمليات كاملة بما يتوافق مع الوقت والميزانية، ننظر إلى الاعتمادية. من أهم الأمور المرتبطة بالسكك الحديدية الاعتمادية، أن أصمم هذا النظام لأكون قادراً على الاعتماد عليه، فإن لم أكن قادراً على الاعتماد عليه وبأي نسبة. فنقوم، وهو جزء أساسي من هندسة الأنظمة، حساب الاعتمادية، ولهذا الحساب مرتبط بالخلل ومتى وقوعه
وكيفية وقوعه والوقت لإصلاحه. فننظر إلى مصطلحات مثل الريلايبيليتي، الاعتمادية، availability، التواجد، الصيانة، لأنها تعيد النظام، لأن عندما يذهب النظام إلى الصيانة فإنه نحاول رفع اعتماديته أو نحاول إرجاعه لمستوى الاعتمادية المقبولة، والأمان. هنا فقط أحد الأمور المرتبطة بالصيانة ومرتبط بالإلكترونيك لايف سايكل باثتاب كيرف. أي جهاز إلكتروني يقال أنه في بداية حياته سوف تحدث العديد من الأعطال، ومن ثم يصل إلى مستوى ممتاز من عدم الفشل، ومن ثم تبدأ الأعطال بالزيادة. كرجل ولد في بداية عمره وهذا طفل صغير لديه الكثير من الأمور التي يجب الاهتمام فيه، الإرضاع، النظافة، الرعاية، ومن ثم يشتد سعده فيصبح رجلا قويا فلا يحتاج أحدا، ومن ثم يكبر في السن فترى أنه بدأ يحتاج من جديد إلى الرعاية. ونفس الشيء هو الإلكترونيك كومبوننتس، بداية شرائها يكون هناك حالة من التعلم فتبدأ هذه الأنظمة بالفشل، ومن ثم يتم استخدامها بطريقة واضحة فيقل الأعطال، فتقل الأعطال والخلل، ومن ثم تبدأ الأعطال بالازدياد. هذا يسمى الباثتب كيرف. هذه كانت نهاية القسم الأول. أتمنى أن أكون قد قدمت مقدمة جيدة عن هندسة أنظمة السكك الحديدية. هذه مقدمة سريعة جدا فقط لإعطائك لمحة سريعة، ونحاول الولوج إلى عالم هندسة أنظمة السكك الحديدية، هذا العالم الكبير والذي يخدم الكثير من القطاعات، منها القطاعات الدفاعية والقطاعات الصناعية والقطاعات الفضاء والاتصالات والكهرباء وغيرها. مساءكم سعيد، نراكم في فيديو آخر وحديث عن موضوع جديد.